فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات. يقول الشيخ حوزان: فقد جمعوا بين جريمتين، في الحقيقة أكثر من جريمتين. نشوف: فجمعوا بين الشرك، أشركوا بالله عز وجل لما اتخذوا من دونه أولياء يعبدون وصف لهم العبادة، وبعد تغيير دينه، هذه جريمة ثانية اللي هي البدع، والبدعة قرينة الشرك، البدعة خطيرة جدا، هي قرينة الشرك. كما أن الشرك يبطل التوحيد أو ينقصه، فإن البدعة تبطل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو تنقصه. ولذلك يدل على هذا أن الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، الشهادتان متلازمتان، هما ركن واحد، بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ما استطاع عليه سبيلا. ما قال شهادة أن لا إله إلا الله، واثنين شهادة أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، لصار إيش؟ لقال بني الإسلام على ست، لم يقل على ست، قال على خمس، مما يدل على ماذا؟ على تلازم شهادة محمد رسول الله لشهادة لا إله إلا الله، فلا تصح إحدى الشهادتين من غير الأخرى، لابد أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكما أن الشهادتين متلازمتين، كذلك الشرك والبدعة بينهما تلازم، فالشرك ينقض لا إله إلا الله أو يضعفها، والبدعة تنقض أن محمد رسول الله أو تضعفها. فلذا قال العلم منهم القيم قال: البدعة قرينة الشرك. فهؤلاء لما ذهبوا إلى المزارات وعظموها وفعلوا جمعوا بين الشرك وبين تغيير الدين. كيف تغيير الدين؟ بالبدع، فجعلوا موضع السنة بدعة. طيب، قال: ومعاداة أهل التوحيد، عادوا أهل التوحيد الذين ينهون عن الشرك وعن البدع، هذه جريمة ثالثة. جريمة رابعة، طبعا في هالحال ماذا يفعلون إذا عادوا أهل التوحيد؟ سيوالون أهل الشرك، يتولونهم وينصرونهم حتى يكونوا منهم ومعهم. قال: ونسبتهم إلى التنقص بالأموات. اتهموا أهل التوحيد الذين ينهون عن الشرك أنهم يتنقصون الأموات، وهذا كثير، هذا كثير جدا. ما الإنسان يدعو للسنة وإخلاص الدين لله عز وجل إلا قال: أنت تبغض أهل البيت، أنت تبغض الأولياء. لو قال الاحتفال بالمولد بدعة، قالوا: أنت تنتقص النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يقول قائلهم، يقول: هؤلاء، يقصد أهل السنة، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في نفوسهم، يقول والعياذ بالله. قال: تجد دائما المولد بدعة، والدي النبي عليه الصلاة والسلام على غير الإسلام، الكذا الكذا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بدعة. طبعا ما في حد قال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، لكن ما يفعلونه من الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام كتلحينها كالأغاني، ها، أو صلاة بصوت جماعي أو نحو ذلك، هذا من البدع. لكن ذات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا جل وعلا في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.